بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا حمود الذياب من أهل القصيم وتاجر ومعروف في المنطقة الوسطى، رجل الله يغفر له ويرحمه فيه خير. يقول بدأت حياتي بداية متواضعة جدا، الكلام قديم، فيقول جينا للرياض من القصيم، هم البكيرية، معها ابن عم الله اسمه بن عميرة أو بن عمير آسف. فيقول شرينا لنا سيارة فلفو قديم الكلام هذا، فنروح للأفلاج ونروح لوادي الدواسر ونحطب ونجي نبيع في الرياض، ورد ناكله ورد نسدد فيه قسط السيارة. فقر شديد يقول. لكن يوم جينا الرياض جينا بنشغل، بنروح لوادي الدواسر إلا الموتر فيه صوت أثرة خبط علينا، تخبيط الموتر في ذاك الوقت وقطع الغيار مكلف جدا. فيقول اقترضنا وادخلنا احدى الورشات وصلحوه، وقالوا فك الكبوت وحط على الغمار عشانكم كانكم بتشغلون سيارة حر الآن، فخلها تبرد لا تخليها. يقول فكينا الكبوت حطينا فوق، ها قال لازم نمشي، لأننا ما قعدنا عن الحطب هذا ضاعت علومنا. يقول توجهنا يوم جينا سوق الخرج ولا ما معنا لا الحمى ولا دهن ولا أكل ولا شيء، والبنزين والزيت كلها ظروفنا مرة. فيقول جينا عند أصحاب هالمحلات اللي في الخرج ما نعرف أحد، لا عارف ولا معروف، إحنا من القصيم. يقول اجي عند هاك الرجال أثره من القصيم راعي محل، سلمنا عليه شايب يا عم، قال نعم. قلنا حنا هاك الفلاينة حمود الذياب وبن عمير جايين من البكيرية ونشتغل في الحطب ونورد من وراء وادي الدواسر للسوق، وحنا الآن ظروفنا صعبة ونبي شيء يساعدنا على أساس أن حنا نكمل عملنا. قال كم يكفيكم؟ يقول بعد أخذوا هات 20 ريال. يقول قلت أنا، قال بن عمير لا ما يكفي 20، يا الله يوزينا 50، يبينا ديزل ويبينا زيت ويبينا قطع غيار. قال حنا نبي 50. قال يا ولدي 50 هذا مهر مرة، وين أعطيكم؟ لا أعرفكم، 50 ما حصلها في 6 شهور. قال والله هذا وضعنا وهذا وضعنا، ولكن حنا بنحط عندك مكينة السيارة، شفها فوق، بنحطها عندك أمانة. يقول ما يعرفونه يعني مكينة السيارة، حنا نتكلم عن غطى الكبوت. قال ما دام في رهن نزلوها. يقول وقلت الخوي نزل مكينة السيارة، هو غطى السيارة، يقول نزله وندخله عنده في القراج. يقول يعطينا 50 ونطلع ونروح ونجي يقول خذنا أنا طال عمرك أكثر من 10 أو 12 سنة على هالم، نسيناه ونسينا دينه، وسبحان الله وجت بعض الأمور ووقتنا. الشيخ حمود الذياب هذا ما شاء الله تبارك الله صار غني. ذاك اليوم قاعد ويا ابن عمير يسولف ونصف، قال يا فلان، قال نعم، قال ما تذكر اللي عطيناه كبوت موترنا على أنه مكينة وش صار عليه؟ قال لي والله والله نحن يا ولد، الدنيا ضاعت الحين أكثر من 10-15 سنة، وش رايك؟ قال يلا يلا، يقولوا انت قهوة ونشغل ونمشي للخرج في نفس اليوم. ترى الحين حمود هذا يعني ما شاء الله تبارك الله يذكرون الرياض غني غناء فاحش، يقولوا يروحوا من عمير ويصلون سوق الخرج. ولا والله الدنيا تغيرت، لا الدكاكين ولا نوعية البشر ولا العالم. يقول حنا النشد النشد، يقول نلقى هكا شوي باللي في هكا الدكاء ظروفه مصلح، يقول يوم قربنا عندنا هذا شايبنا وعلى أرزاقه وعلى حبه وعلى هيله وعلى قهوته، سلام عليكم السلام كيف الحال؟ ما عرفتنا يا عم. قال لا والله ما عرفتكم، قال حنا أصحاب المكينة اللي حطيناها عندك. قال أنتوا حسبي الله ونعم الوكيل، كل من جيت أبيع هالمكينة عنده ما باعها، تراها موجودة في المستودع. يقول أم دخلنا ولا هي حاط لها طربال والغطاء حق الفلفو هذا حق مكينة الفلفو. يقول حنا نتعذر من تعذر منه. المهم يقول عطني تابعيتك. قال إيش تبي بتابعيتي بعد؟ تبيني أكفلك ولا شيء؟ قال لا لا ما بيك تكفلني، عطني تابعيتك. يقول أعطيني التابعية وأعطيه التابعية ويكتب هاك الورقة. قال إذا رحت بكرة للبنك خذ واحد من العيال يصرف هالورقة معك. كتب له شيك ب300,000 300,000 مقابل 50 ريال ولا شيء، يعني 50 ريال عندي إنها أفضل من 300,000 لأنها جت في حاجة وفي قل، لكن هذا يعطي من سعة. يقول ويسلم على الشاب يمشي، الشاب ما يدريش في الشيك، يوم راح صرف هذا دعا لهم الله يجزاهم خير ويوسع لهم، وأنا والله عندي ظروفهم بعد ويبي لها. يقول يوم رجع الرياض وينزل حمود الذياب للملز، كانت من الأحياء الراقية للملز، ويسأل عقاري قال في فلة عندكم للبيع؟ قالوا فلة الفلانية رأيها توا بانيها ويبي ينقل منها بكم؟ قالوا ب550. ترى خذ رقم التابعية والمعلومات سجلها باسم الشايب هذا. يا الله أكبر.
وخذ الصك وحطه في ذيك الحديده كاكم تذكرونه واركب ثاني يوم رحله. حب راسه وخشمه قال يا كانكم تبون تنقلوا الرياض ولا احد من العيال يبي يجي يدرس في الرياض، ترى هذه في ليله هديه لكم ولا نلحق جزاك. انت كنت تعطينا من قل واعطيتنا يمكن نص حلالك، وحنا الحين بخير وبنعمه ونعطيك ولا لحقنا جزاك. فهذه القصه انا يعني احاول اجيبها بايجاز، اني ودي استمع لاخواني. الله يا اخوان راي المعروف لا تنساه، لا تقتل، لا تقتلون المعروف بين الناس. واحد اسدالك معروف ادع له، اذكره عند الرجاجيل، علم الناس عنه، حط اشركه في دعائك، رد له معروفه ولا انت بلاحق. بالاخلاق، بالتعامل، بالزياره، بالوصل. والله اني دائما اقولها، في رجل قام واحد عنه في المجلس وتدرون ولا عنده امكانيه، وش سوى؟ سجله في الوصيه لعياله، قال اذا شفتوا فلان فلان يحب راسه وخشمه ترى قام على الكرسي وقعدني مكانه. يا الله عجيب. كاتب اسمه في الوصيه لعيال، ما يقول انا ما عندي امكانيات ولا عندي شيء، وشلون اجازي هالرجل اللي قام قدام رجاجيل وحشمني وقدرني؟ كثير من الناس يعطيك معروف تنساه، ليه تنساه؟ صديق، اخو، بادرك في عمل، اذا واجهته حب راسه. بعض المدرسين يا اخي اذا واجهتهم روح قبل راسه وخشمه، تراك ما تلحق معروف، والله انه يفرح فرح مو بسيط، وتصير انت بعد سبحان الله على خير، لانك تنمي وتاصل فيه فعل المعروف مع الاخرين. اسال الله العلي العظيم رب العرش الكريم ان ينفع بهذا الله يجزاك. اليوم على الطاري في التويتر واحد مصور صوره ظاهر مدرس، وصوره واحد كاتب لا انسى وقفتك معي او كذا، واحد من طلابه دفع عنه المبلغ بدون ما يعرفه، وبس قال وصلوا له الورقه هذه، لا انسى معروفك معي مدرسي الفاضل وكذا وكذا. فالوفاء المتبادل جميل يعني. برضو فيه قصه يمكن رواها احد الاخوان، او ان واحد